احنا كنا بنسألك عن الصعوبات لما ينقطع الانترنت عندكم، كيف شو الصعوبات بتواجهها؟ منها انقطاع الانترنت، بجوز يعني عنا مثال بث حي ومباشر لهذا الاشي. هو صراحة هيثم موضوع الصعوبات هي نعم أنا بنواجه الآن، إنه صراحة الإنترنت الكهرباء من الأشياء اللي كثير إحنا في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام بنواجهها خلال عملنا على السوشيال ميديا وعبر اتصالنا بالأصدقاء أو بالأصحاب. فيعني بنحاول قدر الإمكان إنه إحنا نتحدى هذه الصعوبات ونعمل على وضع حلول لو بالحد إلها لحتى نقدر نوصل صوتنا للعالم، سواء العالم العربي أو العالم بشكل عام. هذه التحديات مش راح توقفنا وراح نكمل وراح نصل للأشياء اللي احنا بدنا إياها. نعم خليل، أنا مدرك أنه بجوز الاتصال ما يكون يعني مناسب يوصلك الصوت دائما بشكل كويس، فرح أعطيك المجال 5 دقائق إذا بتحب احكي لي عن حالك، عن المحتوى اللي بتقدمه، شو الهدف من المحتوى اللي بتقدمه، وكيف ردة فعل الناس، احكي لي كل إشي عندك، تفضل. بداية يمكن صباح فلسطين والصباح عن أي دولة أخرى أو أي مكان آخر، صباح فلسطين مليء الشهداء والأسرى والأمهات المكلومات على أولادهم وأطفالهم، وصباح فلسطين بالعادة مختلف. كمان صباح الخير للمملكة الأردنية الهاشمية شعبا وقيادة. أنا خليل قشطة، صانع محتوى على السوشيال ميديا ومنسق مبادرات وحملات مجتمعية داخل قطاع غزة، بسلط الضوء على الثقافة والتراث الفلسطيني بالإضافة للحياة اليومية اللي بيعيشها الفلسطيني أو الشاب الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني أو الشارع الفلسطيني في قطاع غزة بشكله اليومي. كمان بنسلط الضوء على المبادرات والفعاليات المجتمعية اللي بنفذها الشباب المتطوعين داخل قطاع غزة رغم كل الظروف والتحديات اللي هم بيمروا فيها والمآسي اللي بمر فيها. أنا كخليل المحتوى اللي أنا بشتغل عليه بعبر عن قصص حدا بنقابله في الشارع الفلسطيني، سواء كان في الشارع، في البقر، في الطريق، وإحنا قاعدين مع الشباب. هذه القصص وهذه الحكايات إحنا بنحاول قدر الإمكان نوثقها عبر محتوى مؤثر بشكل إيجابي، لأن زي ما إنه في مؤثر إيجابي في مؤثر سلبي، لكن قدر الإمكان المحتوى اللي احنا عمالنا بنشتغل عليه سواء عبر منصه خليل او عبر المؤسسات اللي انا بشتغل معها هو محتوى تاثيره ايجابي. بنلاحظ انه في تغيرات واضحه على الارض من خلال تقديم هذا المحتوى سواء عبر السوشيال ميديا او في الميدان. نعم خليل، نحن رح نعرض مجموعه من الفيديوهات الخاصه فيك من المحتوى اللي بتقدمه، خليك معنا. السادة المسافرون عبر الخطوط الجوية الفلسطينية، هذا هو أول نداء لأول رحلة جوية فلسطينية. نحن الآن بين أنقاض الحلم الفلسطيني المفقود، 21 عام ولم ننسى كفلسطينيين حقنا في التنقل والسفر. لا حقائب، لا طائرات، لا مضيفين، لا مضيفات، هنا مطار غزة الدولي. أنشئ مطار غزة الدولي سنة 1996، أو دائما بنسميه مطار ياسر عرفات، وافتتح سنة 1998. بناه المعماري كان على شكل بيوت القدس القديمة وأيضا البنيان والمباني المغربية. صباح الخير من كروم العنب في فلسطين. يعتبر العنب من أكبر المحاصيل الزراعية اللي بتم زراعتها في فلسطين بعد الزيتون، عشان هيك أكبر عملية الإنتاج اللي بتم استخراجها من فلسطين ما بين شهر 7 إلى شهر 8 عبارة عن عنب. طيب على سيرة الأماكن اللي بتم استخراج منها وزراعة العنب، مدينة الخليل، وبعد هيك نيجي لقطاع غزة، منطقة الشيخ عجلين، وكمان في مدينة رفح. هذه أكثر الأماكن اللي بتم استخراج وزراعة العنب فيها. سنة 1995 وفي هذه المنطقة بالتحديد تل مصبح تم اكتشاف 18 جرة فخارية، لكن تم تكسيرهم وفقدانهم نظرا لعملية استخدام الأراضي للزراعة واستصلاح. طبعا الجرار الفخارية اللي تم اكتشافها في هذه المنطقة كانت مدفونة على شكل قوس، وتكثر في منطقة تل مصبح القبور الحجرية الغير إسلامية التي دثرتها الرمال بعد سنوات طويلة. القرية السودية، أو مثل ما بسموها أهلها العزبة، أو زي ما الكتب بتقول تل الخرائب. لما سمعت هالاسم توقعت رح أزور قرية جميلة ومتطورة، كيف لا، والسويد هي من أنشأها.
سنة 65 قدمت دولة السويد من خلال قوة الطوارئ آنذاك هبة للمواطنين ببناء بيوت متواضعة لهم، ومن يومها لليوم ظلت هالقرية قرية منفية، قرية فيها 1200 نسمة بيعيشوا أسوأ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية. سكانها من اللاجئين اللي هجروا من ديارهم قصرا سنة 48 واستقروا فيها. أهل هالقرية بيمتهنوا مهنة الصيد علشان يوفروا لقمة عيشهم. احنا كنا عم نشوف يعني اجزاء من يعني من المحتوى اللي انت بتقدمه، جميل جدا، بيعطي يعني معلومات جميله جدا عن غزه، وبعرف الناس في الوطن العربي وفي كل العالم عن غزه وكل القضايا اللي بتكون في غزه. شو ردت فعلك او ردت عفوا ردت فعل الناس على المحتوى اللي بتقدمه، وشو بتفكر تقدم للمستقبل؟ معك دقيقه او دقيقتين لو سمحت. هيثم، طبيعه التاثير على الناس كان الامر كثير واضح، انه اليوم تفاعلهم عبر هذه الفيديوهات كان كثير مؤثر. يعني على سبيل المثال الفيديو اللي كان له علاقه بمطار غزه الدولي، هذا المطار اللي هو يعتبر حلم فلسطيني تم للاسف الشديد تدميره، لكن ما زال هو حلم فلسطيني نامل ان يتم تحقيقه في القريب العاجل. هذا الفيديو كان له الصدى الكبير داخل قطاع غزه، انه صار في عليه تفاعل، صار عليه مشاركات، صاروا الناس يحكوا بالفيديو ويحكوا عن المطار بشكل اكبر، لدرجه انه في كثير ناس بلشوا بعد هذا الفيديو يزوروا هذا المكان، بالاضافه للاماكن الثانيه اللي انا صورتها. كمان في ناس بدات تسال وتستفسر لحتى تعرف اكثر عن هذه الاماكن، وكمان في ناس بلشت انها بدها تساعد بعض الاماكن اللي انا صورتها اللي محتاجه الى مساعده. فتاثير هذه الفيديوهات وهذا المحتوى يعني بشكل كثير رائع في الاونه الاخيره كان، وبأمل أنه خلال الفترة الجاية يكون في عنا شغل أكبر. عمالنا بنخطط لنصور كثير أشياء في الفترة الجاية عن قطاع غزة وعن فلسطين بشكل عام، وإن شاء الله تكون هذا المحتوى وهذه الفيديوهات اللي راح يتم تصويرها واقعها على المجتمع إيجابي وسليم. نعم خليل، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك ألف عافية، نتمنى لك التوفيق، وتحياتنا القلبية الكبيرة لكل أهالينا في غزة. شكرا. شكراً هيثم، شكراً.